جديد يقربنا من الخامس من نوفمبر. كاملا هاريس في مواجهة دونالد ترامب في سباق الوصول إلى البيت الأبيض. أحدث الأخبار والأرقام والفرص في الانتخابات الأمريكية معي راوية القاسم. أهلا بكم، نبدأ بأبرز العناوين. Hey guys, Lieutenant Governor Robinson and your Republican nominee for governor as well, of course. المرشح الجمهوري لمنصب الحاكم في نورث كارولينا يورط ترامب بعد تعليقات تمجد النازية. The problem with another debate is that it's just too late. Voting has already started. حملة هاريس تطالب ترامب بمناظرة ثانية قبل الانتخابات بأسبوعين، والرئيس السابق يرفض بحزم. Please welcome Kamala Harris. حملة ترامب تستغل لقاء كاملا هاريس مع أوبرا وينفري للسخرية منها وتصفها بمرشحة بلا مضمون. مع بقاء أقل من شهر ونصف الشهر على يوم الانتخابات، تصبح الأعصاب متوترة للغاية في المعسكرين الديمقراطي والجمهوري، وتصبح الولايات السبع المتأرجحة أكثر فأكثر مركزا للاهتمام. انعكس ذلك على الفعاليات الانتخابية في عطلة نهاية الأسبوع. كاملا هاريس في رحلتين سريعتين بدأت في جورجيا، حيث ركزت على قضيتها الأساسية الإجهاض، ثم بعد ذلك انتقلت إلى ويسكونسن وأعادت وذكرت أن ترامب تهديد للديمقراطية ويتبنى مشروع 2025 الذي سيدمر الديمقراطية. Now Donald Trump, well, he has a different plan. And in many ways, you've heard me say before, he is an unserious man. But the consequences of putting him back in the White House are extremely serious. Extremely serious. Just Google Project 2025. By the way, can you believe they put that thing in writing? I mean, they put it in writing, they had it bound, and they handed it out. And if you get your hands on it or just Google it, let me tell you, it's a detailed and dangerous blueprint for what he will do if he were elected president again. If Donald Trump, well, you know what? The courts will take care. أما ترامب فكان في ولاية متأرجحة أخرى، نورث كارولينا، التي فاز بها عام 2016 و2020. يحاول أن يظهر وجها إنسانيا عكس الوجه الشرير الذي يحاول الديمقراطيون دائما أن يربطوه به، حيث اصطحب أحفاده إلى التجمع ومنعهم الكلمة قليلا. Make America great again. Oh. Oh. That was great, honey. Vote for Grandpa. Oh. Oh. Thank you, sweetheart. ولكن في هذه الولاية يواجه ترامب خطرا حقيقيا بالخسارة. عام 2016 فاز على هيلاري كلينتون بأكثر من 3 نقاط مئوية، وفي عام 2020 فاز على بايدن هناك بشق الأنفاس وبأقل من 1.5 نقطة. والآن تضع استطلاعات الرأي هاريس وترامب رأسا برأس في نورث كارولينا، وأحيانا تتقدم على هاريس على ترامب بنقطة مئوية في الولاية التي تمنح 16 صوتا في المجمع الانتخابي. وبينما يواجه ترامب هذا التحدي، تأتيه ضربة غير متوقعة من أحد حلفائه هناك، مارك روبنسون، وهو المرشح الجمهوري لمنصب حاكم الولاية. تربطه بترامب علاقة وثيقة، كما أيده الرئيس السابق لهذا المنصب. لكن تحقيق لCNN فجر أزمة كبيرة. تعقبت CNN نشاط روبنسون عبر الإنترنت، ووجدت أنه أدلى بتعليقات مثل قوله أنا نازي أسود، وفي سياق آخر دعا إلى عودة العبودية.
تنضم إلينا من نورث كارولينا نادية البلبيسي مديرة مكتب العربية في واشنطن. أهلا بك معنا نادية. يعني ترامب تجاهل قضية مارك روبنسون والعاصفة المحيطة بترشحه في تجمع حصل بنورث كارولينا التي أنت متواجدة فيها. كيف تتفاعل هذه القضية وكيف عم يستغلها الديمقراطيين لاستقطاب الأصوات خاصة بولاية متأرجحة كهذه؟ إلى حد كبير راوية. يعني ترامب كان هنا في ويلمنتون، مدينة تبعد يعني مسافات عن شارلوت حيث أتواجد أنا اليوم، لكن هذه القضية مهمة جدا بالنسبة للديمقراطيين كما ذكرتي، لأنه هذا الشخص، هذا المرشح، هو الذي اختاره الرئيس السابق دونالد ترامب، هو مرشح الرئيس ترامب، وبالتالي هناك الآن أسئلة كثيرة تدور حول حكمة الرئيس بدعم أشخاص مثل مارك روبنسون الذي كما ذكرت لديه سجل يعني على موقع إباحي، يعني ما كتبه هو عندما تحدث أنا نازي أسود وتحدث أنه يريد أن يملك عبيد، تحدث في موقع إباحي، وبالتالي من كل النواحي أخلاقيا وسياسيا كله يعني يصب يعني سلبيا في مصلحة الرئيس ترامب، لكنه في العادة عندما كان يأتي إلى هنا إلى نورث كارولينا كان يصطحبه، والآن لا يريد أن يسمع اسمه وبالتالي ابتعد عنه. بالأمس في ويلمنتون لم يكن موجود على المنصة، لذا أتى بأحفاده كما ذكرت، ومنهم كارولينا التي سميت على اسم هذه الولاية نورث كارولينا، لذا أراد أن يظهر هذا الجانب كما ذكرت منه الإنساني. لكن الديمقراطيون يستغلون ذلك، وتيم وولز مرشح نائب الرئيس قال بأنه حاول الربط بشكل أساس بين ترامب وبين روبنسون. نسمع ما قاله وولز. It was our people that built the tanks that won World War II and freed the world from Nazi oppression. And I don't know if you noticed that Nazi tyranny. We got folks running as Republicans for governor that are proud to refer themselves as Nazis. Let's not. طيب نادية، دعينا ننتقل إلى ولاية متأرجحة أخرى، جورجيا تحديدا. صوتت لجنة الانتخابات في الولاية على ضرورة فرز الأصوات يدويا بيوم الانتخابات، وهو ما أمر هو الأمر الذي رحب فيه الرئيس السابق دونالد ترامب وحذر منه الديمقراطيون عليه. يا نادية، ما أسباب اتخاذ هذا القرار وكيف سيؤثر على سرعة إعلان النتائج بيوم الانتخابات؟ لأن هناك تشكيك كبير في العملية التصويت والعملية الديمقراطية الانتخابية بشكل عام، وبالتالي بالتحديد في جورجيا عندما خسرها الرئيس ترامب كان قد اتصل مع حاكم الولاية وقال له ابحث لي عن 11,000 صوت. وطبعا حملة ترامب في ذلك الوقت قالوا بأن آلات الفرز التي قال بأنها استوردت من فنزويلا ومن دول أخرى، وطبعا لاحقا هذا لم يثبت على أنه جاد على الإطلاق، وكل المحاكم أثبتت لم يكن هناك تلاعب بالتصويت، قال بأنه هذه الآلات كانت تفرز لصالح الديمقراطيين. ومن هنا أتى هذا القرار الذي رحب به الرئيس ترامب بأنه سيكون عملية موازية، لن تكون فقط عملية فرز بالأصوات لكن أيضا عملية موازية حتى يتأكدون بأن الآلات الماكينات والفرز باليد هو متطابق. لكن كما ذكرت هذا سيؤثر كثيرا على النتائج، وبالتالي قد نعود إلى أكثر من سيناريو والنتائج لن نعرفها في ليلة 5 نوفمبر، قد نضطر إلى الانتظار لعدة أيام لمعرفة من هو الفائز، وخصوصا في جورجيا هذه الولاية المتأرجحة التي لها تاريخ. نادية، هي الولاية الوحيدة التي اتخذت هذا القرار؟ على الأقل حاليا، لكن يمكن أن يكون هناك ولايات أخرى تتبعها، لأنه كما تعرف هذا نظام فيدرالي كل ولاية تتصرف حسب ما تقرر يعني الأنظمة الموجودة الداخلية سواء كان الحاكم أو اللجان التابعة للانتخابات. طيب نادية، أنتقل إلى نقطة التصويت المبكر بثلاث ولايات، نتحدث عن فيرجينيا، مينيسوتا وساوث داكوتا. نشرت حسابات تابعة لترامب على موقع أكس حضورا كبيرا لأنصاره في هذه الولايات، حتى أنه البعض تحمس لدرجة أنه أشار إلى أنه ترامب متقدم رغم أنه الأصوات لا تفرز الآن أصلا، فما صحة هذه الأنباء؟ لا هلا اوكي، خلينا اشرح بشكل سريع التصويت المبكر. التصويت المبكر دوما يكون للناخبين الايديولوجيين. ماذا يعني هذا؟ يعني اذا كان الشخص سيصوت لترامب
مهما فعل ترامب من الآن وحتى 5 نوفمبر سيذهب اليوم بالتصويت المبكر في هذه الولايات وسيصوت لترامب. وإذا كان العكس سيصوت لهاريس، مهما فعلت هاريس سيصوت لهاريس، وبالتالي التصويت المبكر هو للناخب المتأكد المنتمي والمتأسس حزبيا لأي من الديمقراطيين أو لأي من الحزبين يعني. لكن الناخب المتردد الذي سيحسم هذه الانتخابات قد يقرر في يوم الانتخابات فقط، وبالتالي لا نستطيع أن نقول بأنه التصويت المبكر في صالح ترامب أو في صالح هاريس. شكرا جزيلا لك نادية البلبيسي على كل هذه المعلومات، مديرة مكتب العربية في واشنطن. مستمرون معكم ولدينا بعد الفاصل. نائب ترامب يطالب هاريس بإجراء مقابلة تلفزيونية حقيقية واحدة على الأقل. بلهجة قاطعة يعلن المرشح الجمهوري لرئاسة دونالد ترامب أنه لا يخوض مناظرة ثانية مع كاملا هاريس. رئيسة حملة هاريس عادت مجددا وأصدرت بيانا قالت فيه إن نائبة الرئيس مستعدة للوقوف على المنصة أمام دونالد ترامب مرة أخرى وقبلت دعوة CNN. وقالت رئيسة الحملة إنه لا يجب أن يكون لدى ترامب مشكلة في الموافقة على المناظرة المقررة يوم 23 أكتوبر، أي قبل أقل من أسبوعين من يوم الانتخابات. ترامب أكد مرارا أنه فاز بالمناظرة الأولى ولا مبرر للفائز أن يعيد المباراة، رغم أن استطلاعات الرأي التي أشارت إلى أن هاريس هي الفائزة بالمناظرة. لكن ليست كل استطلاعات الرأي تحمل رسالة طمأنة لهاريس. متوسط استطلاعات الرأي التي منحتها تقدما بثلاث نقاط مئوية قبل المناظرة لم تتغير وظلت كما هي، وبالتالي لم تغير المناظرة شيئا. أما ترامب فيؤكد وقت المناظرات انتهى. The problem with another debate is that it's just too late. Voting has already started. She's had her chance to do it with Fox. You know, Fox invited us on and I waited and waited and they turned it down. They turned it down. But now she wants to do a debate right before the election with CNN because she's losing badly. You know, it's like a fighter. She sees the polls. She sees what's happening. She's losing badly. But it's like a fighter who goes into the ring and gets knocked out. The first thing he says is, I want a rematch. I want a rematch. ينضم إلينا من واشنطن المحلل السياسي طارق الشامي. أهلا بك معنا سيد طارق. بداية، لماذا تصر كاملا هاريس على إجراء مناظرة ثانية ما دامت تعتبر بأنه هي التي فازت بالأولى؟ وهل فعلا كما يقول الجمهوريون هي تحتاج فرصة ثانية لتدارك ما حصل؟ تحياتي لك أولا أستاذ راوية ولجمهورك الكريم وللبرنامج. أولا أعتقد أنه هاريس حينما تصر على هذه الجولة الثانية أو المناظرة الثانية هي تتحدث ربما من منطلق أو منطق قوة، بمعنى أنها تقول والاستطلاعات تقول بأنها فازت في المناظرة الأولى بنسبة 58% مقابل 35% فقط الذين يقولون أن ترامب فاز بها، وبالتالي هي تريد أن ترسخ مكانتها باعتبارها هي القادم الجديد في هذه في هذا السباق. لكن سيد طارق أعذرني على المقاطعة، أغلب أو متوسط استطلاعات الرأي كما ذكرنا منذ قليل منحتها تقدما بثلاث نقاط مئوية قبل المناظرة وبعد المناظرة لم تتغير، يعني هي لم تكسب أي أصوات جديدة. أنا ما قلت من يعني من أرقام هو يتعلق بإذا كانت هي فازت في المناظرة الأولى أم لم تفز، ف 58% قالوا إنها فازت. صحيح أنه هذا لم ينعكس بالفعل على يعني استطلاعات الرأي من حيث تأييدها بصورة عامة خصوصا في الولايات المتأرجحة، إنما هذا كان يعني منطقا أيضا مقبولا بالنظر إلى أنه عادة ما لا تغير المناظرات الرئاسية من طريقة تصويت أو مواقف الناخبين تجاه المرشحين، بالنظر إلى أن الذين يصوتون للديمقراطيين أو يميلون إلى ذلك يظلون على موقفهم وكذلك الجمهوريون. الأمر يتعلق فقط بنسبة 5% فقط، هم هؤلاء المترددون الذين لم يحسموا أمرهم في هذه الانتخابات. طيب سيد طارق، خلال تجمع
التجمع الانتخابي لكاملا هاريس أدارته أوبرا وينفري الإعلامية أوبرا وينفري قبل يومين، تحدثت هاريس مطولا لكن يبدو بأنه كلامها كان غير واضح. دعنا نتذكر ما قالته. We love our country. I love our country. I know we all do. That's why everybody's here right now. We love our country. We take pride in the privilege of being American. And this is a moment where we can and must come together as Americans, understanding we have so much more in common than what separates us. Let's come together with the character that we are so proud of about who we are, which is we are an optimistic people. We are an optimistic people. Americans, by character, are people who have dreams and ambitions and aspirations. We believe in what is possible. We believe in what can be. And we believe in fighting for that. That's how we came into being. هاريس استمرت على هذه الحال لدقيقة بعد ذلك تتحدث دون أن تقول جملة واحدة مترابطة، حتى أن ترامب سخر منها. She's not competent to be president. Did you see her on Oprah? That's not going to be president. Oprah didn't know what the hell to do. Oprah was like embarrassed. She wanted to hide under the table. But she's a professional and she was able to sort of. طيب سيد طارق، حضرتك ما الذي خرجت به من يعني هذه المقابلة التي أجرتها هاريس مع أوبرا وينفري؟ يعني الجمهوريون يقولون هي تفتقر لأي مضمون وهي بحاجة لتعرف الناس أكثر على نفسها، ما الذي قدمته وقالته في هذه المقابلة؟ يعني من المنطقي والطبيعي أن يهاجم خصوم كمالا هاريس أنصار ترامب يعني أدائها التلفزيوني. سيد طارق هذا ليس هجوما، أنا أسأل حضرتك يعني يعني استمعت لما قالته، ما الذي خرجت؟ يعني تقول أنا أحب بلدنا، أنتم تحبون البلد، أنا متفائلة، أنتم متفائلون، يعني هذا الكلام، هذه المشاعر، هل هذا وقتها؟ الآن الناس بأمريكا تريد أن تتعرف أكثر على خطتها الاقتصادية، على برنامجها، أن تتعرف عليها أكثر، على سياساتها. في هذا المقطع بالذات هي تريد أن تقول أنها مرشحة لجميع الأمريكيين، وهو ما كررته مرارا حتى في المناظرة السابقة، بخلاف دونالد ترامب هي تريد أن تقول أنها أفضل من دونالد ترامب، هي تمثل الأمريكيين بشكل أفضل، وبالتالي هي تستطيع أن تمثل هؤلاء الأمريكيين وتعزز فكرة التفاؤل تجاه المستقبل. ولا أرى في هذا المقطع الذي بثيتموه الآن أنها تتناقض مع هذه الرؤية، لا توجد مشكلة في ذلك. ربما ما يتحدث عنه الجمهوريون يتعلق بنقطتين أساسيتين خلال هذه المقابلة التلفزيونية مع أوبرا وينفري. الأولى تتعلق بأنها تحدثت على أنه يعني مسألة الحدود والمشروع الذي تقدمت به من قبل وصده الجمهوريون في مجلس الشيوخ. هي لم تجب إجابة واضحة، واستعانت ربما أو تقدمت أوبرا وينفري بتصحيح مطلبها لتقول لها أجبي بوضوح عن هذا السؤال الذي طرحه الجمهور بالأساس، وهي بالفعل بعد ذلك أجابت وقالت. لذلك سيد طارق، لذلك هاريس تقلل من ظهورها الإعلامي؟ يعني حملتها تشجعها على أن تخوض مزيد من الجولات في المقابلات التلفزيونية لضحض فكرة الجمهوريين بأنها غير قادرة على تقديم أداء متماسك ومترابط. وأعتقد أن هي أيضا هي تحاول أن تضيف لمسة إنسانية لحديثها وأن تعبر عن مشاعر الجمهور الأمريكي بشكل عام، وليس فقط الحديث عن الخطاب السياسي المتمثل في النقاط التي تتعلق بالتضخم وبالهجرة وبالإجهاض وبغيرها من القضايا محل النقاش، لأن الأمريكيين باتوا يعرفون بالفعل هذه القضايا. وما بثيتموها أنتم قبل ولكن لا يعرفونها هي اللمسة الإنسانية. نعم ولكن لا يعرفونها هي كمرشحة رئاسية، لا يعرفون سياستها. على كل الأحوال شكرا جزيلا لك ولوجودك معنا من واشنطن المحلل السياسي طارق أشعب. وصلنا لنهاية برنامج الانتخابات الأمريكية، أراكم غدا، إلى اللقاء.